الحقيقة إن شاء الله راح بعد أتصور خلال 48 ساعة راح يصدر البيان أو المبادرة أو خارطة الطريق التي اكتملت إن شاء الله إعدادها، وسوف يكون إلقائها من خلال في قبة البرلمان، تحت قبة البرلمان أو من بناية مجلس البرلمان، حتى تكون لها صدى كامل وتكون للإعلام جاهزة إن شاء الله. طيب، هذا موضوع. تفضلوا سيد حسين. يعني حتى اليوم ومع انتظار الحل، هل اجتمعت أعداد كافية من المستقلين لتحديد موقف موحد من مبادرة الإطار التنسيقي أو مبادرة السيد الصدر؟ خلال هذه الأيام الخمسة الأخوة المستقلين على قدم وساق، اجتماعات مستمرة، اجتماعات يعني على كتل، لكن يعني خمس اجتماعات تمت في هذه الأيام. آخر اجتماع كان في منزلي في بغداد، حضر أكثر من 35 نائب وأخوة شخصيات حضرت تنوب عن النواب الذين لم يحضروا. يعني إن شاء الله العدد تجاوز 40، وحساباتنا أكثر من اجتماع تجاوز عدد النواب أكثر من 40 نائب. من خلال هذه الاجتماعات صار انتخبنا لجنة لكتابة المبادرة أو لخارطة الطريق، اكتمل الكتابة، وضعت البصمات الأخيرة. أكو بعض النقاط احتاجينا الوقت، مثل ما تعرفون اليوم عطلة وجمعة، والأخوان النواب بهم من البصرة من باقي المحافظات، فصار اتفاق السبت أو الأحد الزايد إن شاء الله سوف تعلن إلى العلن. احنا هم الحمد لله وشكرا. طيب سيد حسين، يعني رسائل، يعني ذكرت أن خلال 48 ساعة وممكن حتى يوم السبت سيصدر بيان رسمي وواضح. عدد النواب المتفقين على هذا البيان هم ما ذكرت 40 نائب؟ إن شاء الله راح يتجاوزون 40 نائب. وإحنا يعني ما أكملت الفكرة، أنه خلال هذه اليومين وصلتنا رسائل إيجابية من الأخوة في الأطراف الأخرى في الكتل السياسية، حتى من الأطراف السنية والكردية. إحنا اليوم رميت الكرة في ملعبنا، إن شاء الله راح نكون على قدم الوساق وعلى قدر المسؤولية في اختيار الحل والخارطة التي سوف تصل البلد إلى بر الأمان إن شاء الله. لدينا مبادرة، المبادرة كان جزء من الاختلاف عليها أنه هل تكون مبادرة كاملة وبتفاصيلها، لو تكون مبادرة يعني مختصرة، وراح تكون لجنة تفاوض، راح تكون لجنة تفاوض من الأخوة النواب المستقلين كي يتفاوضوا مع الأطراف ويوضحوا ويشرحوا هذه الخارطة الطريق، لأنه إن شاء الله راح تكون الحل. ونسأل الله أن نكون الأخوة النواب المستقلين اليوم هم من يقودون العملية السياسية إن شاء الله. طيب، يعني سيد حسين، نتحدث هنا عن المبادرة، مبادرة المستقلين التي تترقبها الكتل السياسية، إذا ما هي تفصيلاتها، خطوطها المتفق عليها، ما هي السياقات التي تسعون لتثبيتها في انتخاب رئيس الجمهورية وحتى تشكيل الحكومة؟ يعني ولو هو المفروض أني مو متكلم باسم، أنا أستفزك هنا. طلع أيوة، يعني تسرب جزء من عدها للإعلام، هي مبادرة أصلا للعراقيين، يعني جزء من عدها أنه الحل المفروض يكون الحل عراقي داخلي ليس من الخارج، هذا واحد. يعني أكو يعني راح يكون مواصفات ومعايير لشخصية رئيس الوزراء، ما راح احنا نسمي رئيس وزراء، بالاضافه انه بالنسبه لرئيس الجمهوريه نطالب ان تكون حسب الدستور العراقي، يعني مواصفات رئيس الجمهوريه موجوده بالدستور العراقي. احنا اشرنا لهذه النقطه لانه المشكله مو فقط اليوم يم رئاسه الوزراء، المشكله عندنا مشكله اخرى يم الاخوان الاكراد، فنتمنى هم يكون يخرجونا في يعني في مرشح غير جدلي، مرشح مقبول من كل الأطراف. وإن شاء الله هذا جزء من المبادرة، ما أقدر بعد أكثر من هذا لأنه
لا يعتمون علينا الأخوة النواب ويقولون طلعت المبادرة كلها للعراقيين. طيب سيد حسين، يعني في حال رفضت القوى الكبرى مبادرة المستقلين، هل هناك حلول أخرى معدة لمثل هكذا سيناريوهات؟ يعني هو أنا سبقت هذا قلت أنه أكو جو إيجابي، أكو رسائل إيجابية، إحنا تحرك بعض الأخوة على بعض الأطراف في الكتل السياسية، أكو جو إيجابي بالنسبة لهذه المبادرة، لكن إذا لا سامح الله يعني ما كان هذا الحال حقيقة، إحنا أنا من ضمن الناس اللي بالنواب المستقلين دعيت إلى أن تكون هناك جلسة طارئة لحل البرلمان. اليوم إحنا مطالبين أمام جمهورنا أمام شعبنا بتوقيتات دستورية، نعم، وبإقرار قوانين منها قانون الموازنة. فاليوم ما ممكن يكون المجلس النواب موجود وما عنده أي عمل ولا يقدر يقدم أي شيء لها. فالأفضل إذا ماكو حل ندعو إلى جلسة طارئة وحل البرلمان. طيب يعني أفهم من كلامك قبل قليل، يعني نفهم أن رئيس الوزراء ما راح يكون من المستقلين، يعني أنتم فقط ستعطون المواصفات وما تريدون، ويعني ما راح يكون من المستقلين؟ لا، احنا هنا تقريبا قلنا يعني يكون اولا من معاييره يكون مستقل، هسه نعم، مستقل من الاخوه النواب نفسيتهم او من خارج العمليه السياسيه، وذا كفاءه ونزاهه وخبره، وان لا يكون عليه شبهه ملف فساد، هذا هم مهم جدا. نعم. طيب في سؤال اخير، يقول البعض ان المستقلين يمكنهم الانضمام الى احد الاطراف لكسر حاله الجمود ان صح التعبير والذهاب باتجاه تشكيل الحكومه، يعني الى اي مدى هذا الخيار وارد؟ يعني احنا اللي شفناه مع الاخوه النواب المستقلين، تعرفين احنا اليوم صار 6 شهور، نعم، في يعني صارت علاقات، صارت جلسات عديده. صحيح اكو احنا اليوم الاخوه النواب المستقلين اكو قريب على الكتله واكو قريب على الاطار واكو ناس ما قبل وسط، لكن اليوم الرؤى الكامله انه نطلع برؤى موحده باراده قويه حتى نكسر هذا الانسداد السياسي، حتى نضع حل لناسنا وجمهورنا. يعني هل تواجهون صعوبة في التحرك؟ يعني أنا لا أفهم أين تكمن صعوبة تحرك المستقلين في ظل هذا الانسداد السياسي لقربكم ربما من القوى السياسية؟ من هو المطالب بالتنازل أو الذهاب للمعارضة أو السماح يعني للطرف الآخر بتشكيل الحكومة بمشاركة المستقلين؟ طبعا أنت مثل ما تعرفين اليوم المستقلين لكل مستقل عنده جمهوره، عنده أهدافه، عنده برنامج انتخابي، عنده وعود أعطاها لناسه ولجمهوره. فبعض المستقلين، بعض الأخوة المستقلين ومنهم مثلا إشراقة أكدت على هذا الموضوع أنه تدعم هذه المبادرة لكن لا تذهب إلى السلطة، لا تذهب إلى الحكومة التنفيذية، تبقى في المعارضة. إشراقة كانون وصوت المستقلين اللي إحنا 10 نواب ندعو إلى تمكين المعارضة. نعم. احنا ندعم هاي المبادرة وندعم الحل لكن نذهب إلى تمكين المعارضة حتى نكون هناك حكومة قوية ومعارضة. بعض الأخوة لا، يعني رأيهم الذهاب إلى المعارضة إلى الحكومة، فقلنا احنا اللي يحب يذهب إلى الحكومة يعني براحته، واللي نعم يذهب إلى المعارضة يكون مو بإقصاء الذهاب، نعم، إلى المعارضة مو بطريقة الإقصاء. نعم.